الكواري. الكواري اشتعمل كيف باش نفسرها لكم؟ هي ماكينة تحفر وحدها. تنحاول بعد نزيد نوريها لكم كي كي نبناها ان شاء الله. نحاول نزيد نوريها لكم. نشوف الغوسات نتاعها. ايرون جير سهل، زوز ايرون جير، ثلاثة ايرون جير، زوز جولد جير، زوز دايموند جير. كما تروا هذوما باربع ديامانت صنعوا. وبعد عنا مشكلة، لان عنا دايموند اند جيت. كيفاش تتصنع؟ تتصنع مع تصنع. كيفاش تتصنع؟ تصنع هكا 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 به حسين. كما تراو نحطو ريد ستون في الاسمبلي تيبل، يعطينا ريد ستون تشيب سيت. شنو نعملو بيه الريد ستون تشيب سيت؟ كي نحطوه بجنب اوتارتشي جولد اند جيت، يعطينا اوتارتشي جولد اور جيت. وذا شنو نعملو بيه؟ نحطوه لنا باش نبنيو الكواري. توا في الحشنة اخر دايموند دريل، كما تراو ثلاثة ديامو ماينينغ دريل. حكاية فارغة مش صعيبة هذه، ستيل و جيت و بطاري. مي حاجة صعيبة ادفانس سيركت زادا سهل. مي تيتانيوم انجت بالحق صعيب باش تصنعو، خاطر لازم اول حاجة في الاندستريال بلاست فرنس تحط تيتانيوم داست، يعطيك تيتانيوم انجت على خاطر الفرنس هذية، على خاطر بنيتها. كما تراو 128,000 يو باش تصنع واحدة تيتانيوم، وتقعد 50 ثانية. به توا تيتانيوم داست كيفاش تصنع؟ ننزل عليه زادا. ولازمنا 4 تيني بايل اوف تيتانيوم داست، هكا نحطوهم بجنب بعضهم. بعد هذوما كيفاش يتصنعوا؟ في الاندستريال الكترولايزر اللي وريته لكم زادا كيفاش تتصنع. نحطو امتي سيل 8 وحيد لنا، و12 بوكسيت اور بوكسيت بلوتو. كيف كيف 256,000 يو تستهلك، والوقت 100 ثانية. الومنيوم داست يعطينا زوز تيني بايل اوف تيتانيوم، يعطينا هيدروجين سيل، يعطينا كومبريست اير سيل. بالنسبة لي انا حاجتي كان بالتيتانيوم داست، دونك نستعملو كان هو. باهي هذايا هو اللي حبيت نوريهولكم في الدنيا متاعي. مازال استنى عاد مازال لنا عندي شوية دجاج، خاطر كيما وريتكم بكري الدجاج نجم نعطيه يعطيني اميرالد. لنا واحدة صغيرة متاع جيش. كان لقيت الباب، ظهر لي الباب مشي شي باب ما عادش فما ولا دراش بي. حسيلو هذوما فيدينغ ستيشن يتسماو، ننزل عليهم. نجم لنا نحط السيد، والسيد هذا معناها الدجاج ياكلوه ويتكاثروا وحدهم من غير ما انا نقعد نفطر فيها. هذه شنية؟ هذه مزرعة اوتوماتيك. شنو فيها؟ فيها بيت بوغ، فيها هذه زوز موتورات زادا. شنو يعطيونا؟ يعطينا بيت. البيت هذا شنو نعملو بيه؟ اول حاجة مش اول حاجة عمين نجمو نخدمو بيه البيت فايرد انجن هذا، ونجمو اي هذاك هو نجمو نخدمو بيه. هذوما يعملو كان 1 ميجا جول، مي كعبة بيت تقريب تقعد 3-4 دقايق باش تستهلك، معناها برشا بالحق برشا تقعد ونافعة تعجبني. شنو السبب اخر اللي بنيتها انا بعد الكواري اللي وريتها لكم؟ هذه حاجتها بالضوء بتباع. قبل كنت عينتي باش نخدمها بالهذوما،
ممكن نخدمهم بهذا. مي قديش حاجتها هي الكواري ضوء؟ حاجتها 48 ام جي ضوء. هذوما كما تراو كعبة، يعني حاجتي 48 موتور كمان هذا برشا عليا. ذي متاع 48 ضوء شلقت بها كان بعد، على خاطر مش نستهلكها في حاجة أخرى. لنا مثال ذي زادة فارم اوتوماتيك. كيفاش؟ عندنا الماكينة هذه رابر فارم، نحط فيها الهوموس والزابلين معناها الزريعة، وهو يعطينا شوية تراب معنا ما نعمل بيه. بعد ذايا عنا هارفستر، هذا يخرج لنا مثال كي شجرة من هذا تكبر، يخرجها ويحطها لنا في الصندوق. اول حاجة الزابلينج، بعد اللوح نهزوه معنا، اللوح هذا ونهزو نحطه في الدار فيسا. بعد نوريكم الحاجة الاخرى. طبعا انتم تقولوا منين جاه اللوح هذا؟ كما تراو توايلايت اوك وود. توايلايت منين جاي؟ موديفيكاسيون سببها اسمها ذا توايلايت فورست. شنو تعمل هذه؟ تعمل لك كما تنجم نقولوا موند اخر. به نوريها لكم النيثر، بل نوريكم النيثر هذا. هذا انكلو في الماينكرافت العاديه. كيفاش تصنع؟ هكا اوبسيديون تحطو بحذاه، فوسطو تشعل نار يتصنع وحده، نجمو ندخلولو هكا. كما تراو الدنيا الكل حمراء، فما نار وكل، مي فما كلك رسورس معناها تلقاهم كان لنا. فما دي مونستر زادا، ما نحبش نزيد نوري لكم تاو. ايه نرجعو نبدا. هاو روحنا لنا والدنيا ظلمت. ايه سيريش نوريكم هذا بورتال زادا، دو فوا دو تحفرها دوروها بالنوار تصب فيها الماء تطلع هذه بلونجون نحطو فيها. وذا شنو ذا؟ كيما التوايلايت نجم نقولو غاب التوايلايت. هكا تظهر عادية، ميك نمشيو اللوطة لنا فين راهو. ثم السجرة هذه كلها نكتة ولا هيك. فما زادة دي تخيجيون معناها بالحق كبار كبار كبار. وهيكم اللي جاني منهم اللوح اللي وريته لكم في الصندوق. به ذاك هو. نرجع طول للدار، نحبش نزيد نوريها لكم هذه طول. ها كنت تحبوا نعمل لكم توتوريال على التويلايت فورست الكل. نرجع طول نمشي نرقدوا بعد نكمل نفسر لكم شوية. شنو باش نوريكم تو اللي في يدي هذا تشين سو والدايموند دريل. تشين سو تشين سو شنو هو؟ هو اللي نحطو بيه يعني الاكس. هيا هذه كيما هذه مي قويه وما تتكسرش. بعد عنا الدايموند دريل
اللي وريتها لكم بكري تصنع هكا وهيك تخدم بالا وتخدم مسحة وكهو كهو تخدم بالا ومسحة. الحاجة الباهية فيها عندها قوة دايموند بيك اكس وبا معناها بالا قوية مي وما تتكسرش زادة حاجة باهية مي فيها تستهلك ضوء كما تراو لنا 1000 من 1000 اي ما ينقصش منها هذوما الزوز كي نضرب تو حكاية ترى نحاول نوريها لكم نحي هذي ها كما تراو فيسع فيسع مي ما يتنحى حتى شيء من الضوء يتنحى منا من لابيك اللي لابسها نجم تقولوا بيلت بورتابل كيفاش تتشارجا تحطها في ال MFE هذي تتشارجا هكا وحدها كما تراو فيسا فيسا زادا نافع ياسر نافع ياسر بيه مادام هي تشارجي نوريكم هذوما كما تراو ساك تنزل بوتون دغا تحللنا انفونتير انفونتير اكسترن معناها بون مش اكسترن انترن مي معناها بورتابل كيف كيف الديجرز باك باك زي مثال ديجرز باك باك يتحطوا فيه كان الديرت والساند والحاجات هيكم والماينرز باك باك بون فارغ مي نورمالمون يتحطوا فيه الكل ما تتحطش اكل الاور الكل كيما الذهب وديامون وذوق الكل مي كملت شي هذي كملت به ظهالي هيك هو اللي حبيت نوريه لكم بالنسبة للحلقة هذي وكهو ظهر لي نسيتش حاجة ما وريتها لكمش بون ديار هذوما شوفوها محاتكم في ماينكرافت فيلاجوا حبستهم الفوق ما خليتهم الفوق ما حبيتهمش يهبطوا باهي مع هذا الكلام نقول لكم الى اللقاء كان معكم بلاك هيد نقول لكم للحلقة الجاية بسلامة.